بعض المسلمين وسكن في دير الكفار اللي دخل ديرها تكوه يا ناس بالنار فيها سلك من الاداره سلك من الاداره من الاداره سلك كل محرم توب رجال الحال فيها سر صادر في الأصل كان مكنون لها خطاب في العائل بيعقد المكنون يشوف ويسمع الظاهر مع المكنون مترجم بيترجم لغة وله سر معه تلفون ترمك الإدارة صبح للمريد شؤون سبح في بحر الجمال ودلاله يدل عليه جوابه في يده وإمضته من البيت ساعتي ناد البنية يلاقيها جاية عليه بساهل عمايل واللبس على العريان ملبسة العباية واللبس على العريان سيدنا الأستاذ يا بطل يا شبراوي يا قنطار يا مسعدية يا ألو يا رجال الإدارة خدوا الولد شغلوا طيب من العزانة سيدنا العزانة ألو طرنك الإدارة خدوا الولد شغلوا يلبسوه زيه وبكلمهم سبته على رمي درد ريدا بنور المحبة هو
اللي فيها مني داين دهي الرجال سمعوا Yeah.